قالت حكومة صنعاء أن هناك مسرحية إعلامية أمريكية عن احتجاز سفينة في خليج عدن ونفي صنعاء عن مسؤوليتها عن احتجاز السفينة. وقالت قوة من البحرية الأمريكية تستعيد السيطرة على ناقلة سنترال بارك وتتمكن من تحريرها في خليج عدن. وأضاف محللون قالوا أن هذا الإعلان فضيحة مدوية لواشنطن التي أرادت حفظ ماء وجهها بادعائها تحقيق انتصار وهمي ليس له أساس من الصحة، أي أن ليس هناك سفينة اختطفه في خليج عدن.